نذكركم سريعا انه فحص التعداد الشامل بيفحص العناصر الخلوية بالدم واللي هي كريات الدم الحمراء والصفائح الدموية وكريات الدم البيضاء. لكل عنصر من هاي العناصر خصائص ومميزات المختبر بيعرض في تقريره نتيجتك ووحدة القياس والنسب الطبيعية. طريقة عرض التقرير بين المختبرات ممكن تختلف شوي لكن المبدأ واحد. التقرير بيشمل دراسة لكريات الدم الحمراء واللي هي بتمكننا من تشخيص حالات فقر الدم وبتعطينا السبب المحتمل إله، وبتمكننا من تشخيص حالات فرط الدم أو زيادة الدم. فيما يخص الكريات الحمراء بندرس فيه تعدادها وبنعبر عنه بالملايين، وللسهولة ممكن نعتبر كل مليون بيساوي 1 لتر. وبندرس فيه كمان كمية خضاب الدم أو المعروف باسم الهيموجلوبين، وبنعبر عنه بالجرام في كل دي سي لتر من الدم، والدي سي لتر بيساوي 0.1 من اللتر يعني 100 مل. وبنقيس كمان نسبة كريات الدم الحمراء إلى مصل الدم وبنعبر عنها بالنسبة المئوية. زي ما انتم متذكرين العناصر الخلوية بتسبح كلها في العنصر السائل المعروف باسم مصل الدم. وبنشوف كمان متوسط حجم الخلايا المعروف باسم الMCV، لأن الكذا مليون من الخلايا الدم الحمراء بتختلف بأحجامها ومقاساتها، إشي كبير إشي صغير وإشي معتدل، ولهيك بنقيس المتوسط تبعها. وكون الهيموجلوبين هو البروتين الأساسي في الخلية الحمراء بندرس متوسط محتوى الهيموجلوبين في كل خلية، وعلى أساسها بنحسب متوسط تركيز الهيموجلوبين في الخلايا كلها. وكون خلايا الدم الحمراء زي ما حكينا بتختلف بأحجامها، فإحنا كمان بنقيس متوسط معدل هذا الاختلاف ويعرف باسم التوزيع العشوائي لعرض الخلية. هاي المعلومات مجتمعة بتعطينا انطباع ما إذا كان في فقر دم وإيش ممكن يكون سببه، وبتعطينا كمان ما إذا كان في فرط أو زيادة بالدم، وبتعطينا انطباع إذا ما إذا كان الوضع طبيعي فيما يتعلق بخلايا الدم الحمراء. أما العنصر الثاني فهو الصفائح الدموية، وبنقيس فيه التعداد بشكل أساسي وبنعبر عنه بمئات الألوف. التعداد هنا مهم لأنه اختلال العدد ممكن ينبهنا إلى مخاطر النزيف الداخلي أو أمراض الكبد وأشياء ثانية ما رح ندخل في تفاصيلها. والعنصر الثالث هو كريات الدم البيضاء واللي هي جيش الدفاع بالجسم واللي بيحارب الميكروبات بأنواعها. في هذا الجزء من التحليل بنقوم بتعداد كم خلية دم بيضاء موجودة وبنعبر عنها بالآلاف. وزي أي جيش دفاع في مشاة وسلاح طيران وبحرية وفرقة مدرعات وقوات خاصة، كمان جيش الدفاع للخلايا البيضاء له تقسيماته الخاصة مثل الخلايا القاعدية والحمضية والليمفاوية المتعادلة والخلايا وحيدة الخلية، ودائما بنعبر عنها بالنسبة المئوية كم خلية في كل 100 خلية. زيادة التعداد أو نقصانه بالإضافة إلى التوزيع لأنواع هاي الخلايا بيعطينا معلومة مهمة، ما إذا كانت مناعتنا كويسة أو ما إذا كنا تحت الهجوم، وبيعطينا انطباع كمان عن الميكروب المهاجم، وعلى أساسها ممكن نعمل تحاليل أخرى لكشف السبب بالتحديد. بيختلف تفصيل هذا التقرير من مختبر إلى مختبر. بعض المختبرات الصغيرة قادرة على التفريق بين 3 أنواع فقط من أنواع الخلايا، أما المختبرات الأكبر والأحدث فبتعطي معلومة لأكثر من 6 أنواع بالتفاصيل.